بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، السيد الرئيس، قبل كل شيء نحب نعبر عن استغرابي لغياب السيد رئيس المجلس الوطني التأسيسي على الجلسة هذه. ليس في الأمر غرابة سيد، سامحني كمل التدخل متاعي وبعد ونائبه كهو. تفضل سيد الرئيس. قبل كل شيء نعبر عن استغرابي لأنه نعرف سيد الرئيس عنده التزامات كما الناس الكل. أيوة. لكن أنا السؤال متاعي هو أنه اليوم الجلسة هذه مخصصة لمناقشة سير أعمال المجلس والعلاقات داخل المجلس وعلاقة النواب بالسلطة التنفيذية، وبالتالي يصبح سؤالي شنو هو في أجندة السيد رئيس المجلس، ما هو أهم من تسيير المجلس ومن علاقة المجلس والنواب بالسلطة التنفيذية؟ أنا نعتبر أنه هذه تساهم في إضعاف صورة المجلس، وهي نوع من الاستقالة الرمزية إذا ما هيش تهرب من المسؤولية. النقطة الثانية سيد الرئيس تخص الوضع وعلاقة النواب به. حب نقول أنه راهو إذا احنا اليوم كنواب ما اعترفناش بأنه تونس اليوم تعيش أزمة سياسية، اليوم تونس تعيش أزمة سياسية وتمظهراتها واضحة. اليوم عنا حكومة فشلت في توفير الشغل، في توفير التنمية، في توفير الأمن، وفي توفير المقدرة الشرائية للمواطنين. الأزمة السياسية تجي في أنه الأغلبية البرلمانية داخل هذا المجلس عاجزة على اتخاذ القرارات السياسية الشجاعة لمواجهة هذا الأمر، خاصة أنه سياسة الهروب إلى الأمام متاع الحكومة متواصلة، وهناك سعي لتصدير الأزمة السياسية الحكومية إلى الإعلام، في تصدير الأزمة السياسية إلى سياسة المؤامرات. وقاعدين اليوم نشوفوا في أنه عودة تهم من نوع التآمر على أمن الدولة وغيرها من التهم اللي تذكرنا في المخارج اللي كانت الحكومات السابقة تلوج عليها باش تخرج من الأزمات متاعها. نحب نقول أنه اليوم إذا المجلس بما في ذلك نواب الأغلبية والترويكا ما ياخذوش قرارات سياسية شجاعة، فإنه راهي الأزمة السياسية تمشي وتستفحل. وراهو اليوم التوانسة ينتظروا منا الكل كنواب نوقف حد لهذه الأزمة. راهو التونسي اليوم عنده مشكلة متاع مقدرة شرائية اللي هي أهم مشكلة. شوفوا في غلاء الأسعار، نشوفوا في غلاء الفينيات، نشوفوا في غلاء كل شيء. سمحني سيدي، يظهرني خارج على موضوع لا الجلسة. لا عنده علاقة سيدي، غلاء المعيشة موضوع ثاني. شوفك سيد الرئيس في أقل من دقيقة يحتاج إلى معالجة، مش موضوع الجلسة. لا مش نقول لك دورنا كنواب، إذا دورنا كنواب ماهوش صياغة السياسات متاع الدولة باش المواطن التونسي اليوم ما يتمسش في المقدرة الشرائية متاعه، باش المواطن التونسي ما يخافش على أمنه، باش المواطن التونسي ما يخافش على مرته كي تخرج بعد الستة بتاع العشية وعلى بنته، إذا هذايا ماهوش دورنا شنو دورنا؟ سيد الرئيس نحب نقول لك اللي اليوم ما تمش مناقشة السياسات داخل هذا المجلس، كأننا استقلنا وقلنا الحكومة برا اعمل اللي تحب وأنا نتبع وراك، في حين إنه الأصل هو إنه السياسات تناقش داخل هذا المجلس، وبالتالي لا حل للأزمة السياسية في تونس غير الإقرار بأن هناك أزمة، ولا بد من إعادة النظر في مناقشة كل هذه القضايا داخل المجلس. وشكرا.